وعهد الله لن ننساه، وعهد الله لن ننساه، وفلسطين الأقصى، وفلسطين الأقصى، وعهد الله. ما ادري على هذا الشيء ازاي، ما ادري وش انما هو كما قال جهد الاحكام. فنحن اثبتنا اثبت المغاربه جميعا انهم قلب على كل رجل واحد فيما يتعلق بمقدساتهم، فيما يتعلق بفلسطين، فيما يتعلق بمسجد الاقصى، فيما يتعلق بالقدس. نحن اليوم الحمد لله ما عايشين فرحنا فرحانين، لا ابدا، نحن مهمومين، نحن لا نستطيع التعبير عما نفرج في انفسنا، ولكن في مقابل ذلك ايضا نحن فرحين بما يحصل في المغرب من تضامن، من اتفاق، من اقتحام، من تضامن مع الشعب الفلسطيني. هذه الغيره اثبتت بما لا يدع مجال الشك ان المغاربه قد تستطيع. فعلى المسؤولين ان يتحققوا الرساله، ان ينفذوا ما يريده الشعب، ان الشعب لا قال كلمته. فعلى السلطه وعلى الحكومه وعلى القيادات الوطنيه ان تلتقط الاشاره وان تنفذ ما يريده شعبها. بالنسبة للصهاينة ما قاموا بأمس هو في الحقيقة ماشي ما جينيش خير، علاش ما جينيش غريب؟ لأن تاريخهم هو هذا، منذ أن احتلوا فلسطين كم من نكبة وكم من تبتيل وكم من تهجير حصل منذ 48 إلى يومنا هذا. شنو هو الحل أستاذ باش ما يبقاش هذا الصراع ما بين هاد الدولتين ما بين إسرائيل وفلسطين؟ شنو هو الحل باش ما يبقاش هاد الصراعات هذو؟ اسمح لي، أنا لا أعترف بدولة فلسطين، دولة إسرائيل، لا أعترف بدولة إسرائيل. الحل هو كل واحد يرجع لبلاده. الناس جاوا من امريكا، جاوا من اوروبا، جاوا من روسيا، والان بالمناسبه اليهود الروسيون الموجودون في فلسطين يطلبون بالرحيل، يطالبون بالعوده، ويجتهدون من اجل العوده، ولكن لا يسمح لهم حاليا ولا يسمح لهم بذلك. هذه النقطه الاولى. النقطه الاولى انا في تقدير ذلك كل واحد يرجع لبلاده. كل واحد يرجع لبلاده، فلسطين يبقى فلسطين، واللي كان في امريكان يبقى في امريكان، واللي كان في شي دوله يمشي لها. اما ان نبقى نتلاعب، نكون احنا متيقنين، نحن متيقنين هذا الله عز وجل ان هذه تسالوا ليهم، غادي تسالوا ليهم. وفي القران شواهد كثيره، وفي السنه النبويه شواهد كثيره، بان غادي يتجمعوا وهناك سيقضى عليهم باذن الله سبحانه وتعالى. اسال الله عز وجل ان ينصر اخواننا في فلسطين، وان يكون لهم معين ومصيرا، وان يوفقهم، وان يشد اثرهم، وان يزلزل الاقدام تحت الصهاينه، وان يلين فيهم لسكم اثنين وعاد وثمود، بل كيوم الاحزاب. احنا ما كننساوش الاحزاب حينما اجتمع المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته في المدينه وحصروهم، لكن الله عز وجل دخل جنوده ونفذ وعده وانتصر المسلمون كما قال الله عز وجل وبلغت القلوب الحناجر. الان قلوبنا بلغت الحناجر، نسال الله عز وجل ان يرحمنا وان يتدخل بجنود التي لا اعلم انه يريد ذلك والقادر عليه. شكرا. شكرا على المشاهده. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.